في الولاد اللي نزلوا يوم 25 يناير وايه اللي حصل بالظبط من وجهه نظر حضرتك يوم 25 يناير؟ اقول لحضرتك انا راجل عندي 61 سنه تمام، معايا ابني كبير عنده 39 سنه والاصغر منه 36 تمام. انا واحد غير مقتنع بالثوره دي تمام. ليه؟ لان الثوره دي ركبوها ناس، يعني انا ما يضحكش على ابني واحد ويشجعوا الخناقه وبعد كده يسيبه يقطع هو البريء ويبقى هو الراجل المار. هو جمت الشباب طلعوا الثوره وجم الاخوان ركبوا فوق منها. يعني لو ابنك نزل التحرير هتعمل فيه ايه؟ هقول له انا متبري منك. انا قلتها له، قلت له في 25 يناير لو انت ابني نزلت التحرير ومت مش هزعل عليك، لانك انت هتفسد البلد مش بتعمرها، لان ثوره 25 يناير دي فساد للدوله. دولة ان في اشراف في البلد زي السيسي بمعنى صح، عشان هو انا محب ليه تمام، محب، هو بيعتبر ايه اخ بالنسبه لي، انا اكبر منه اه بس محب بالنسبه لي، لان انا عارف ايه الاخوان وعارف ايه قدرتهم، ناس مش كويسين وصوليين من قديم الازل. انا مش عايز بس نتكلم على الاخوان تمام. ما انت عايز نتكلم عن ايه؟ الشباب اللي نزل التحرير و25 اللي لحضرتك قلت لو ابني نزل معاهم اتبرى من مش هزعل عليه، لو جرى له حاجه مش هزعل عليه اه، لانه هيفسد البلد تمام. الالم اللي احنا فيه ده بسبب اللي نزلوا 25 يناير اه، فما انا ما كنتش مؤيده، وقلت وقلت الاصدقاء اللي حوالين مني الثوره دي ثوره فاشله، طول ما لسه في رشاوي ولسه في محسوبيات مفيش ثوره. طب ما الثوره كانت طالعه عشان تغير الكلام ده. الثوره نقيه، لازم يحصل حب. انا عشان بيحصل ثوره لازم يحصل حب. لما حصل ثوره 5 كان فيها حراميه وبلطجيه واخوان عليهم وبتاع، بقى 6 ابريل اللي هو منظمه عاملينها البلتاجي اللي هم بتاع 6 ابريل، وانا اكتشفت في النهايه ان اللي بتاعت الراجل المسيحي اسمه ايه ده؟ جورج اسحاق. الكفايه دي انا اكتشفت بالرغم اني كنت بقابله في التحرير، انما انا ما عرفت ان هو اللي عامل كفايه دي. قلت دول ما هو طالما تنزل تمسك طوبه عشان تكسر ازاز بيتكم يبقى انت مش ثوراجي. طب هو جورج اسحاق كان بيحدف بطوب؟ لا، كفايه دي كانت من ضمن زي 6 ابريل بلطجيه كده. الناس دي كانوا جايبهم فلوس من اصلا طب ما انا عشت 60 سنه ما عنديش فلوس زيهم، ما ركبتش عربيه زيهم، ولا انا لسه لحد دلوقتي حالتي تعبانه. دوما جاب البي ام دي منين؟ طيب. قول لي بس ايه راي حضرتك في علاء عبد الفتاح، احمد دوما، احمد ماهر، اسماء محفوظ، اسراء عبد الفتاح؟ الناس دي بعت البلد يا باشا. بص، لما انا اكون فقير وانت فقير وفجاه تبان النعمه عليك يبقى انت بعت حاجه مقابل الحاجه. اما انا اكون فقير وانت فقير صاحبي زيي وفجاه الاقي الاستاذ محمد رجب راكب عربيه بي ام واللي ابوها فتح كشك راكب عربيه بمليون جنيه، فيبقى لازم دي دفعت مقابلها. انا لما واحده تقول لي اديني 1000 جنيه هيبقى لازم عندي هاخد من ايدي امسك دراعها عشان دي مقابل. دي دول خدوا فلوس عشان يبيعوا البلد، وده كلام موثق. فين الوثائق اللي بتقول كده؟ سمعنا من عبد الرحيم علي، وسمعنا من عبد الحليم قنديل، ومن كل الناس دي لو كانوا هم عندهم شجاعه كانوا قالوا لا ما فيش. مين عبد الحليم قنديل طلع قال ان هم اخذين فلوس؟ اه. حضرتك بتتكلم على الدوله دلوقتي. اه. الشباب ده عمل ايه؟ هد في قواعد هذه الدوله. انا قلت لك عايز تنزل مظاهره قدم طلب، قول انا عايز انزل مظاهره. قلت لا انا ما بقدمش طلبات وبقف. وقفوا حتى محمود سعد الخاين نزل بنته وراح معاهم، ما هو ده برضه وصولي، ياخد 8 مليون جنيه في السنه ما يستاهلش. انا ممكن اقول كلام احسن من اللي هو بيقوله واحس الشعب بيبقى احسن من اللي هو بيعمله. ياخد 8 مليون جنيه ليه؟ هو اسمها منى الشاذلي؟ لا، ويسري فوده وريم ماجد والبت ليان داوود، ما هم دول كله دخاونه، كل دول خونه تبع برضه. انت يعني مش متصور الاسواني. انا قلنا انا ما اعرفوش الاسواني ده، يعني حتى ما بسمعوش ولا سمعتوش. مرة على الجد سما المصري. ايه سما المصري؟ مرة على الجد. بص يعني شرموطه عاهره فيها اي حاجه، انما ست ما بتخافش. لا ماليش دعوه بموظف، ما انا في الشارع كتراب. لا هي بنت جريئه، كلمة الكلام اللي عملته ده قبل الاخوان ما يمشوا.
وهم موجودين وعملت في باترسون بتاع ولا همها ونزلت بالجلبيه التحرير والخروف وما همهاش. انا النهارده اقف جنب الوطن ده يوم واثنين وسنه واربعه وخمسه، ولما يبقى بعد الاربع سنين دول متطلباتي ما نفذتش من حقي اقول له انا عاجز اتظاهر زي قدامك عشان انت ما نفذتليش واحد اثنين ثلاثه، انما انا لسه بنقول بنمشي خراب وارهاب وجاي عايز تقف في الشارع ليه؟ لانه وجه حق تقف في الشارع؟ ما انت شايف الخراب والارهاب بيموتوا الشباب في الشارع، اللي ماسك طبانجه اللي ماسك رشاش، وانا واخد طوبه في عينيا من اعداء الوطن. مين بقى؟ الاخوان. تمام. ومكسرين العربيه بس مش مهم، لا انا ولا العربيه تهمني. ما يهمنيش، انا يهمني انا راجل بحب وطني. وراجل محارب في 73. تمام. دخلت الجيش 72 خرجت 77 وعارف ايه معنى كلمه وطن. تمام. فبلدي دي ليها حق عليا. انا عندي خمس اولاد وسبع احفاد كلهم بيحبوا مصر وبيحبوا السيسي وبيحبوا الاهلي. ومشكرين جدا. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.